قلته ده دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يطلع يناشد المواطنين الأمريكان بالالتزام ويقول لهم أنهم في حاجة إلى 30 يوم عشان تقليل معدل وسرعة انتشار فيروس كورونا. لو اللي بيحصل في أمريكا وأوروبا مش مخيف بالنسبة لكم ومش دافع للالتزام وعدم الاستهتار، يبقى يا جماعة بجد لازم يعني نراجع نفسنا. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل بقية حلقتنا.